ما هو مقياس قابلية الكوكب للسكن؟ أولاً، يجب أن يكون صخرياً كالأرض يحوي ماء، وأن يكون مداره ضمن النطاق الصالح للسكن، فلا هو قريب جداً من نجمه فيسخن جداً، ولا بعيد جداً فيصبح بارداً للغاية. ويتوارد إلى ذهن العلماء السؤال، هل الأرض حقاً هي الكوكب الأنسب للعيش؟ أثناء دراسة العلماء تأثير خواص النجوم والكواكب وأغلفتها الجوية وكيف تصنع مع بعضها توليفة لجعل الحياة ممكنة، وجدوا أن الحياة على الأرض أكثر خطورة مما توقعنا. ما جعلنا في البداية نعتبر كوكب الأرض مليئا بالحياة هو وجود الكربون فيه بصورة أساسية، وكذلك وجود الماء بشكله السائل. هذان العنصران يولدان الحياة، ولكنهما في المقابل العنصران الأكثر انتشارا في الكون، فهما ينتجان مواد كيماوية قوية التحمل أكثر من أي مزيج آخر من العناصر المكتشفة. بالنسبة للمياه، تواجد الماء السائل يعني تواجد الكوكب ضمن منطقة ضيقة من الفضاء محيطة بالنجم الذي يدور حوله الكوكب، بحيث لو كان قريبا جدا من هذا الفرن الحراري النووي فستغلي المياه وتتبخر، وإن ابتعد كثيرا فمصير الحياة سيؤول للتجمد. وحدود هذه المسافة يحددها كتلة النجم وعمره، والتي بدورها تحدد مقدار الحرارة والإشعاع الضوئي لهذا النجم. يبدو أن الأرض متموضعة بالنسبة للشمس في مكان ملائم وصالح للحياة، وأي كوكب آخر صغير صخري ويدور في المدار الصالح للسكن سيكون أيضا ملائما للحياة. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، فتقدير مكان تواجد المنطقة القابلة للسكن يعتمد على افتراضات أخرى حول طبيعة الكوكب بالإضافة لتواجد الماء السائل. إذا أخذنا بالاعتبار موضع الأرض في النظام الشمسي فقط، فإن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض سيصل إلى ما دون درجة التجمد، لكن ما ينقذنا هو الاحتباس الحراري الناتج عن غازات ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. فلو كان الغلاف الجوي للأرض أكثر أو أقل سمكاً أو ذو بنية كيميائية مختلفة، فستكون الأرض مكاناً غير ملائماً للحياة. بالرغم من أن هذه الظاهرة كانت نعمة على الأرض، إلا أنها تنقلب لنقمة على كوكب الزهرة بتواجد محيطات على سطحه وبغلافه الجوي. لكن قربه من الشمس يجعل مياهه تتبخر، حيث أن خاصية غلافه الاحتفاظ بالحرارة تسببت بارتفاع حرارته أكثر وأكثر، ما أدى لتغيرات مناخية بسبب الاحتباس الحراري السريع. وهو ظهر يمتص فيها الكوكب طاقة من النجم أكثر من الطاقة التي يعكسها الكوكب إلى الفضاء، ما سيؤدي إلى جعل السطح أكثر سخونة. وكأن كل غاز ثنائي أكسيد الكربون الموجود في قشرة الكوكب طفى وملأ الغلاف الجوي، حتى وصلت درجة حرارة سطح كوكب الزهرة إلى 460 درجة مئوية، أي أعلى من درجة انصهار القصدير الرصاص والزنك. في عام 1993 قام علماء الجيولوجيا بأبحاث لتعيين حدود المنطقة معتدلة الحرارة بشكل دقيق في النظام الشمسي، حيث درسوا تأثير تفاوت شدة أشعة الشمس وأطول أمواجها على تغيير الغلاف الجوي ودرجة حرارة سطح الأرض. فوجدوا أن زادت أشعة الشمس بمقدار 10%، ما يعادل تناقص المسافة بين الأرض والشمس بمقدار 5%، يترتب عليه ارتفاع كبير في درجة الحرارة، مما سيجعل الماء يتبخر ويتبدد في الفضاء الخارجي. وخلال عشرات الملايين أو مئات الملايين من السنين ستسبب هذا الاحتباس الحراري بجفاف الأرض واستحالة العيش عليها. بحث العلماء أيضا عن الحد الخارجي الأمثل لتموضع كوكبا قرب الشمس. الحد الخارجي أي النقطة التي تهبط عندها درجة الحرارة إلى حد تتسبب فيه بعصور جليدية أبدية. وجدوا أنها تبعد عن الشمس 1.67 وحدة فلكية. الوحدة الفلكية تساوي 150 مليون كيلومتر، أي متوسط المسافة ما بين الأرض والشمس، أي أبعد بقليل عن مدار المريخ. هذه النتائج أثبتت عدم مثالية موقع الأرض، وأنها ليست في مركز المنطقة المعتدلة بل على حافتها الداخلية الأقرب للشمس. اعتمد العلماء في بحثهم على نموذج مناخي يحاكي قطاعا منتظما من الغلاف الجوي خالا من الغيوم ونظم الطقس، لكنه من نواحي أخرى كان متقنا جدا. فعلى سبيل المثال، باستطاعته أن يمدنا بنوع من ردود الفعل الإيجابية
في حالة زيادة بخار الماء في الغلاف الجوي والذي سيؤدي إلى الاحتباس الحراري، وكان قادرا على محاكاة الظروف المناخية الغريبة لكواكب أخرى في المجموعة الشمسية. ومن خلال استقراء نتائج التجربة، كان العلماء قادرين على وضع الحدود الخارجية والداخلية للمنطقة الصالحة للسكن لعدة نجوم بمختلف الأحجام وشدات السطوع، ليكون هذا النموذج المعيار الأمثل للعلماء في ذاك الوقت في تقييم قابلية السكن على كواكب مختلفة. ولكن في بداية العام 2013 قام العلماء للمرة الأولى منذ عقدين بتحديث الحسابات بسبب المتغيرات التي طرأت بمرور الزمن. فقبل كل شيء، نعلم اليوم أن بخار الماء والثاني أكسيد الكربون هما أفضل في امتصاص أطوال أمواج معينة من الأشعة تحت الحمراء مما اعتقدناه سابقا. هذا سيؤثر على فاعلية الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فعند إعادة تطبيق النماذج على الأرض وجدوا نتائج التباس فيها تفيد بأن المنطقة القابلة للسكن الأفضل لكوكب شبيه بالأرض حول أي نجم كان تقع أبعد قليلا مما كنا نعتقد. هذه المعلومات الجديدة ستعيد تصنيف الكواكب الخارجية المكتشفة، فبعضها سيخرج من قائمة الكواكب الصالحة للسكن وبعضها الآخر سيصبح مكانا ملائما للعيش. فمثلا تعززت فكرة العيش في كواكب حول مجموعة النجوم الباردة القزمة من النوع M والتي تنتشر بكثرة في جوارنا المباشر. وخلال السنوات القليلة المقبلة قد يجد العلماء على الأقل 3 أو 4 عوالم ملائمة للعيش. من المخيف أن المنطقة المعتدلة في النظام الشمسي أصبحت مع تغير الحسابات أبعد عن الشمس، حيث أنها تغيرت من 0.95 وحدة فلكية إلى 0.99 وحدة فلكية. فإذا اقتربت الأرض بنسبة 1% من الشمس ستبدأ مياهها بالتبخر إلى الفضاء، وبذلك ستصبح الأرض على حافة الهاوية. هذا منبه للبشر، طالما أن الشمس ومع تقدمها بالعمر تزداد حرارتها أكثر فأكثر وتصبح أكثر سطوعا، سيؤدي ذلك لدفع حدود المنطقة القابلة للسكن الداخلية للخارج، فالأرض قد تبدأ بخسارة مياهها في القريب العاجل. وعلى العكس تماما، يجد الباحث ريمون بيرهامرت عالم المناخ من جامعة شيكاغو أن احتمال حدوث الجفاف الوشيك هو مجرد وهم سببه قصور النموذج المستخدم، فهو يرى أن الأرض تصبح أكثر قابلية للعيش. من خلال بعض الحسابات التي أجراها وجد أنه بالقرب من حدود الاحتباس الحراري الكاسح أو الرطب، فإن كمية كبيرة من بخار الماء في الجو ستتشكل على الأغلب في المناطق ذات الارتفاع المنخفض، فتعكس ضوء الشمس الفضاء الخارجي وتبرد سطح الأرض. ولكن للصراحة من الصعب التنبؤ بما سيحصل في غلاف جوي نصفه مكون من الماء، فعاصفة مطرية ضخمة قد تجعلنا نخسر نصف هذا الغلاف الجوي في منطقة واحدة، مما قد يسبب بامتصاص الكثير من الهواء في كل مكان مغيرا ديناميكية الغلاف الجوي بأكمله. لم تتوقف جهود العلماء في البحث. عالمة الفيزياء الفلكية سارة سيجر من معهد ماساتشوستس قامت مع زملائها ببناء نموذجا لكوكب صحراوي فيه كمية مياه غير كافية لدعم المحيطات العالمية أو جو مشبع بالبخار، واستنتج أن الكوكب الصحراوي ذو الغلاف الجوي الذي يحوي 1% سيحافظ على درجة حرارة الكوكب بشكل يصبح بالحياة عليه، باعتبار أنه قريب من نجم شبيه بالشمس بمقدار 0.5 وحدة فلكية، أي داخل مدار كوكب الزهرة. حصل ريمون بيرهامبرت وزملائه على تمويل من ناسا لتطوير نماذج ثلاثية الأبعاد للمناخ، نموذج قادر على بناء غيوم أكثر قوة وواقعية ودورات هيدرولوجية لمجموعة واسعة من الكواكب الصخرية القابلة للسكن. من الكواكب الصخرية القابلة للسكن، بالنسبة للكيميائي كولين جولدبلات، فهو يرى أن الغلاف الجوي للأرض في وقتنا الحالي إذا كان سيدخل في حالة احتباس حراري شديد الرطوبة والحرارة، فإن بخار الماء الفائض سوف يمتص أشعة الشمس فوق الحمراء أكثر مما قدر لها سابقا، مما سيقلل من السحب والغطاء الجليدي، فسيزيد ذلك بدوره امتصاص الحرارة فيحدث احتباس حراري سريع. لنطمئن قليلا، فأرضنا مرنة بما يتعلق بالتغيرات المناخية. إذن هل الأرض في أمان؟ باختصار، وضع أرضنا كمن يلهو قرب الحافة في يوم ضبابي فهو لم يهوي بعد، ولكن لا علم لديه متى قد يقع.